السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ورحبوا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات الحدث المغاربي التي نواصل فيها قراءة المشهد السياسي غداة تنصيب اللجنة الوطنية لوضع مسودة الدستور الجديد من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. اليوم سنتحدث عن الجدل وردود فعل الأحزاب السياسية حول هذا القرار، توقيته وعلاقته بالانتخابات الرئاسية القادمة. فاصل ونبدأ النقاش مع ضيوفنا. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. إذن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ينصب لجنة من الخبراء والأخصائيين غير السياسيين لدراسة مسودة مشروع لتعديل دستوري. الوزير الأول عبد الملك سلال يقول بأن هذا التعديل ليس له سقف غير الثوابت الوطني، وأن كل المواد قابلة لهذا التعديل غير المواد المرتبطة بثوابت الوطنية. جاءت ردود فعل الأحزاب السياسية متباينة، متخوفة في بعضها، مشككة، متسائلة حول التوقيت، تأخر الإعلان على هذه اللجنة، علاقة كل هذا المسار بالانتخابات الرئاسية القادمة. وفي هذه الحلقة سنستمع إلى مسؤولين في أحزاب سياسية جزائرية، نعرف حقيقة مواقفهم من هذا التنصيب. وأبدأ بحركة مجتمع السلم، معي عنها عبر الهاتف من الجزائر نائب رئيس الحركة الدكتور عبد الرزاق مقري. أرحب بك دكتور عبد الرزاق. أهلا مرحبا. شخصيات من الحركة يقولون بأن تنصيب هذه اللجنة جاء متأخرا جدا، متأخر بالنسبة لماذا في نظركم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك وللسادة المشاهدين للقناة المغربية. هو في الحقيقة هذه اللجنة هي أولا يعني فيها مشكل من حيث الزمن ومن حيث كذلك الشكل والتشكيل وطريقة تشكيلها، فهي متأخرة كثيرا بالنسبة لوعود الجمهورية. نحن نعلم بأن رئيس الجمهورية كان قد حدد زمنا في خطابه الشهير المعروف، خطاب الإصلاحات التي لم تستحق للأسف الشديد، تأخرت كثيرا بالنسبة لوعده، وهي اليوم تأتي في ظروف انتخابات رئاسية بدأ الحديث عنها، وبدأ بعض المكلفين بالحديث عن ترشيح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة، وكأنهم يريدون إدخال الطبقة السياسية كلها في أجواء العهدة الرابعة، كما هي عادة العمل السياسي عندنا في الجزائر حينما المسؤول يريد أن يقرر شيئا أو أن يتجه اتجاها سياسيا ما، فإنه يكلفه يعني بعض المؤسسات التابعة والمطبلة والتي تبدأ تتحدث وتحاول تدخل المجتمع، تدخل المجتمع في أجواء سياسية معينة. إذا الآن لا شك أن الجميع يعتبر بأن هذه اللجنة هي لها علاقة بالانتخابات الرئاسية التي يطار حولها كثير من النقاش وكثير من الجدل. كما يعلم الجميع للأسف الشديد الاستحقاق السياسي الوحيد الذي يمثل يعني له حجم وله ثقل هو الاستحقاق الرئاسي، وللأسف الاستحقاق الرئاسي هذا الأحزاب لا علاقة لها به، هو من خلال تدافع داخل سرايا الحكم، داخل القوى المتصارعة أو المتنافسة داخل منظومة الحكم، الأحزاب لا علاقة لها بالموضوع. لكن هذا الكلام، هذا الكلام دكتور مقري، يعني هذا الكلام خطير جدا، يعني انه ما زلنا نتحدث انه قرار الانتخابات الرئاسيه في الجزائر خارج نطاق اراده الاحزاب بالكليه، يعني الى متى يستمر هذا الوضع؟ لا هو معلوم يعرفه الخاص والعام في الجزائر ويعرفه الجميع بان الانتخابات الرئاسيه هي قرار فوقي، هي صناعه فوقيه، وبعد ذلك تتباين الاحزاب في التموضع والتموقع من خلال يعني هذا القرار الرسمي. سؤالي الى متى ستظل الاحزاب السياسيه وخاصه الكبيره منها حينما تقبل هذا الوضع؟ حينما يتحسن ميزان القوى، ميزان القوى الان في صالح نظام الحكم، الطبقه السياسيه في الجزائر ضعيفه جدا، الازمه السابقه من 91 الى يومنا هذا
أعطت فرصة لنظام الحكم ليسترجع المبادرة ولينفرد بوحده في ميزان القوة. الأحزاب تضررت كثيرا، العمل السياسي تضرر كثيرا من الأزمة التي عرفتها البلاد للأسف الشديد. حتى الأحزاب التي كانت لها مساهمات ومحاولات للمساعدة لإخراج البلد من الأزمة هي كذلك دفعت الثمن. وللأسف الشديد استغلت الأزمة الجزائرية استغلالا غير وطني غير وفي غير عاقل. فلذلك إلى متى وحينما تقوى الأحزاب السياسية، وأعتقد جازما بأن الطبقة السياسية في الجزائر ستتقوى، ونحن نرى هذا ونلحظ هذا يوما بعد يوم. الجزائر بكل تأكيد على مدى متوسط ستتغير فيها موازين القوى لصالح الطبقة السياسية بكل تأكيد. من يتحدثون عن هذا القرار بتشكيل هذه اللجنة في نشرة الأخبار، يعني الخطاب الرسمي يتحدث عن استكمال مسيرة إصلاحات وهو تتويج لمسيرة إصلاحات. هناك من يشكك ومنهم ثاني عناصر من حمص أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات وبعد تعديل دستوري، من الأولى أنه كان تعديل دستوري ثم إصلاحات. لا توجد إصلاحات حتى تستكمل، ووقع إخفاق كبير جدا في الإصلاحات. نعم. على عدة أوجه. أولا من حيث الانتخابات يعني كانت مزورة وكانت مفبركة كما هو معلوم، وكما نصت عليه اللجنة الرسمية التي شكلتها الحكومة، لجنة رسمية وطنية من أحزاب وطنية أكدت وبينت الخروقات بشكل واضح. وهذه سابقة في الجزائر أن الحكومة تؤسس لجنة ثم هذه اللجنة تتمرد عنها وتأخذ مصداقيتها من خلال قول الحق ومن خلال تبيان التزوير الذي وقع. المجتمع المدني لا يزال مغلوق إلى الآن، إلى الآن لا يطمع الجزائري إذا ما أراد أن يؤسس جمعية أن يأخذ الاعتماد القانوني. إلى الآن لا يزال فضاء السمعي البصري غير مفتوح، ولا تزال تأسيس الفضائيات وتأسيس الجرائد لابد أن تقبل اللعبة وأن تقبل أن يتحكم فيك بطريقة أو بأخرى. يعني الخبير بالعمل السياسي في الجزائر يعلم بأنه لا السياسة ولا العمل السياسي ولا المجتمع المدني ولا الصحافة يعني الآن في حرية، يعني هذه مسألة معروفة واضحة، هو في فشل ذريع في الإصلاحات. كيف نقول استكمال الإصلاحات؟ نحن نقول بأنه سيرسخ الفشل في الإصلاحات أكثر من ذي قبل. أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري على هذه المشاركة وإبداء موقف الحزب من هذه الجدلية. كنت ضيفنا عبر الهاتف من الجزائر. نستمع إلى رئيس حزب آخر أو بالأحرى ناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الأستاذ كريم طابو. رحب بك سيد كريم. أهلين وسهلا، مساء الخير. تنصيب لجنة لتعديل دستوري وحديث عن إكمال مسار إصلاحات ناجح، ما موقف حزبكم من هذا؟ والله يعني كل ما نتحدث عن الأمور السياسية في الجزائر حول المؤسسات أو حول القوانين أو حول الدساتير يعني تخرج للواجهة أن المشكلة الحقيقية وهي مشكلة النظام السياسي. هل في الجزائر هناك مؤسسات؟ هل لهذه المؤسسات صلاحيات سياسية أو اقتصادية؟ هل هي تصنع القرار؟ هل هي تسير أمور البلاد؟ لا. هل هناك قانون سواء دستور أو قانون على مستوى أي مؤسسة تدير بها شؤون البلاد؟ لا. يعني المعروف حكاية الدساتير، تاريخ الدساتير الجزائرية تبين لنا بأن كل ما يكون انقلاب أو حركية أو شيء ما داخل النظام تزول الدساتير وليس لها معنى. التاريخ يشهد، الدستور الأول للدولة الجزائرية مكتوب من طرف النخبة بعيد على المشاركة الشعب ومشاركة الخبراء في هذا المجال. وقد كتب دستور الجزائر 1963، عامين بعد هذا الدستور انقلب، حدث انقلاب
عسكري انقلاب على السلطة السياسية، فزال الرئيس هذه الفترة أحمد بن بلة وراح دستور 63. بعدها جاء أبو مدين قدم للشعب الجزائري ميثاق دستور في 1976. بعد رحيل بومدين راح الدستور وراح بومدين، جاء شبلي عدل الدستور في 89 بعدما حدث الانقلاب العسكري على الانتخابات على الديمقراطية على الشعب في 91، ذهب الدستور وذهبت السلطة السياسية. بعدها جاء زروال في 96، قدم زروال تعديل للدستور وكتب دستور جديد، وكان من المفروض ان لاول مره جنرال تمثل رسميا الجيش، ويعني كانت له صلاحيه وقدم الدستور. ولكن 98 بعد رحيل بعد استقاله زروال راح الدستور وراح زروال، نفس الشيء. اذا قضيه الدساتير، تاريخ الدساتير الجزائريه هي مرتبط بالنظام السياسي، فالنظام السياسي الموجود اليوم في الجزائر منذ الاستقلال وخاصة منذ الانقلاب 91 أصبحت مجموعة في المخابرات، ما نضحكوش على رواحتنا وما نكذبوش على رواحتنا. في الجزائر هناك سلطة، وهذه المجموعة في بعض الأحيان تقدم التنازلات شيئا لرئيس جمهورية، شيئا لمجموعة معينة، لعصابة معينة، ولكن حقيقة النظام السياسي هو أن القرار السياسي القرار يتخذ خارج المنظومة القانونية وخارج المؤسسات. إذا قضية الدستور اليوم عبد العزيز بوتفليقة يدعي أنه قام بإصلاحات سياسية وهذه هي المرحلة الأخيرة في الإصلاح السياسي، ولكن لو طرحنا سؤال، ما معنى هذا الإصلاح؟ إلى ماذا وصلنا في هذا الإصلاح؟ نفس السلوك، نفس الأمور، نفس التوازنات، نفس الشعب الجزائري مقفي من القرار السياسي، من القرار الاقتصادي. أكثر من هذا، أصبحت الجزائر اليوم حالة بالي لكل التطرف ولكل الفساد ولكل الأمور اللا أخلاقية ولا معنى لها في السياسة. ليس فقط قضية أنه هذا يحدث بمعزل عن الشعب، كنا نستمع إلى دكتور عبد الرزاق مقري من حركة حمص يقول بأنه هذه القضية متعلقة بالرئاسيات، وأنه قضية الرئاسيات هي بمعزل عن الأحزاب السياسية والطبقة السياسية والنخبة، وأنه القرار يتخذ في دوائر السلطة الفعلية. أنا أطرح نفس السؤال، إلى متى تبقى الأحزاب السياسية في الجزائر تقبل هذا الوضع، أنه موعد مثل الانتخابات الرئاسية؟ ولكن يا أخي التاريخ يشهد على كل واحد وعلى كل حزب. نعم. أغلبية الأحزاب السياسية قبلت بهذه اللعبة منذ 91. أغلبية الأحزاب السياسية مفبركة من طرف هذه الأجهزة، أغلبية الأحزاب السياسية ليست لها استقلالية القرار. أغلبية الأحزاب السياسية التي تدعي اليوم بأنها محاربة للنظام كانت خادمة النظام، كانت خادمة المخابرات، فليكف علي هذا الكذب. هناك أحزاب سياسية تتحمل شيئا ما من المسؤولية، مسؤولية تدهور الاقتصاد، تدهور السياسي، تدهور للأخلاق في هذه البلاد. اليوم هناك التاريخ يشهد بأن أغلبية الأحزاب السياسية لعبت اللعبة مع توفيق، لعبت اللعبة مع بوتفليقة، لعبت لعبة الفساد، وكانت متورطة بصفة مباشرة في انهيار السلوك السياسي والأخلاق السياسية في الجزائر. اليوم لازم حتمية تاريخية، لازم ندخل في مرحلة جديدة. سي كريم، أنا نحب ندافع عليهم شوية لأنه غايبين، لكن نعطي لك الرد نتاعهم اللي نعرفه. أنا كان هناك سبب جوهري، لا ريزون ديتا، مصلحة الدولة. هذه الدولة، هل في الجزائر دولة؟ هل الجزائر دولة؟ هل بنينا دولة؟ بنينا نظام، هناك نظام سياسي مبني على القمع، ممثل من المخابرات وأجهزة الأمن، وهناك جغرافية، والشعب محسوب سمحوني العبارة كحيوان محروس من طرف الأمن. هذا ما كان
الان هذا ما يوجد في الدوله الجزائريه. اليوم لو كانت اراده حقيقيه للذهاب نهائيا لبناء دوله عقريه، دوله القانون، دوله جزائريه حقيقيه، والله اليوم عندما نقرا مقالات كتبت في السنوات الربعينية والخمسينات من الرجال الذين صنعوا تاريخ الجزائر، كانوا في بالهم يبنون دولة ديمقراطية اجتماعية بعد مغاربي، ويعني كانت 50 سنة قبل هذا التاريخ، قبل اليوم 60 سنة، كانت الرجال يعني زعماء كانوا يفكروا في بناء دولة. حتى اليوم مازال ما بنيناش دولة، على العكس رانا نحطموا في كل ما كان يمثل دولة، من التاريخ، من الرموز، من يعني القيم، حطمنا كل شيء. كريم طابو، كيف الخروج؟ يعني سؤال أخير، كيف الخروج إذن من هذا المأزق؟ هل أنت يعني كنت تقول أنه طبقة سياسية جديدة، أحزاب سياسية جديدة، هل هناك إمكانية فعلا لخروج نخبة جديدة وأحزاب سياسية جديدة ربما تكون خارج هذه المنظومة الفاسدة كما تقول؟ والله التغيير، أولا قضية التغيير هو حتمية تاريخية. الجزائر لا يمكن أن تبقى في هذا الركود، في هذا الجمود أمام العالم، أمام الشعوب تتحرك، من جهة. ومن جهة أخرى هناك نخبة، هناك شباب، اليوم هناك حركات وحركية يعني موجودة في الميدان، ربما متفتتة، ربما ليست قادرة في هذا الظرف أن 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 تكون لها يعني طابع وطني، بعد وطني. ولكن الحقيقة هو أن في النخبة المتوسطة على مستوى الشباب لم 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 يبقى للكذب مجال، ولم يبقى للكذب مساحة، بل على العكس الشعب الجزائري خاصة الشباب واعي، وإن شاء الله يقوم بثورته بأسلوبه وبإمكانياته. هل يعني تشير انه معطى هذا الحراك المستقل اللي موجود في الجنوب وفي الشمال لاناس خارجين على هذه المنظومه ممكن ان يغير في المعادلات السياسيه على الارض؟ يعني بالطبع حركه شباب الجنوب تليها حركه شباب الشمال والغرب والشام والشرق، يعني الحركيه والتنديد بما يحدث في الجزائر موجود في اعماق الشعب الجزائري، سواء في الشرق او في الغرب او في الجنوب او في الشمال. الشباب الجزائري، الشعب الجزائري مش متورط في الفساد، مش متورط في هذه الاحزاب الفاسده الخادمه للنظام، يعني ينجب نخبه جديده، وان شاء الله تكون لهذه النخبة المسؤولية والقدرة لبناء دولة قانون، دولة القانون، دولة عصرية، دولة الحقوق. أشكرك جزيل الشكر، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي السيد كريم طابو على هذه المشاركة. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى رؤساء أحزاب وشخصيات من الأحزاب السياسية حول هذا التنصيب من طرف رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للجنة من الخبراء والقانونيين لإعداد مسودة تعديل الدستور الجزائري، جدل حول التوقيت، علاقة هذا التوقيت بالانتخابات الرئاسية وجدوى تعديل الدستور الجزائري من أصله. إذن فاصل ونواصل النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. طبقة سياسية تثير جدل حول تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجنة لتعديل الدستور، جدل مرتبط بالتوقيت ليس بالحدث، لأن الطبقة السياسية كانت تعرف أن الرئيس بوتفليقة منذ 2011 إعلانه عن انطلاق الإصلاحات السياسية كان لمح إلى تعديل دستوري، لكن التأخر أثار الجدل، اقتراب هذا الموعد بالانتخابات الرئاسية أثار الجدل، وأيضا الوقت بين هذا التنصيب والانتخابات ضيق جدا لإحداث تعديل مدروس وتشترك فيه كل الطبقة السياسية وأيضا الاستفتاء الشعبي، ويكون تعديل جوهري. هذه معظم التساؤلات التي أثرتها الطبقة السياسية، وكنا سمعنا إلى بعضها. معي عبر الهاتف الآن من الجزائر السياسي والنائب السابق في البرلمان الجزائري السيد ميلود قادري. أرحب بك سيد ميلود. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. تعديل لجنة تدرس مشروع اقتراحات لمشروع الدستور سيقدم للبرلمان وقبله إلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء. نتحدث وأنت نائب سابق وسياسي معروف، هل تعتقد أن البرلمان الجزائري قادر على أن تكون عنده بصمة في هذا المشروع، مشروع تعديل الدستور؟ هذه في صالح كلمة تفضيل هذه. أحييكم وأحيي الشعب الجزائري من خلالكم. أريد أن أنوه ثم القطاع نتاعكم بدون حوالي 72 ساعة و 48 ساعة جعل قلق كبير عند الشعب الجزائري. أنا اللي بعيد خلاص، واتصلت حوالي المهم عشرات المكالمات تسأل عن قناتكم التي أريد لها أن تبكر يعني، لكن ما نسأل الله العافية ونبشركم أن الشعب الجزائري لعلكم لا تدركون مدى دوركم وأهمية قناتكم المحترمة كافة الشعب الجزائري. وأظن من خلال نظرتي البسيطة أن حتى المباشر تاكم قادرين على الشعب الجزائري، هذا الشعب الجزائري الذي الآن يرى منظر إليه وكأنه مقيم ساكن يعني مش مواطن. نرجع لقضية الدستور، قضية الدستور، الدستور احنا الآن في الجزائر في حاجة إلى مجلس تأسيسي لدستور جديد لجمهورية خامسة. هذا الموضوع في حد ذاته قضية تعديل الدستور هو محل جدل، هل نحن الآن بالجزائر بحاجة لتعديل الدستور؟ أم إلى دستور جديد يؤسس لجمهورية ثانية بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال؟ هل من معقول يا أهل العقول أن تعد دساتير الدول والأمم كل 4 سنوات؟ أم نحن بصدد حياكة بلدة بقياس شخص معين أو بعض الأشخاص؟ لا يمكن بحال من الأحوال أن نشك في كفاءة الأساتذة عزوز كربون وفوزية وغيرهم وغيرهم، لكن إنما هل يمكن مهما كانت قدرات هؤلاء الاستغناء عن فتح نقاش معمق تشارك فيه كل شرائح الشعب بما فيها من موالات ومعارضة، معارضة السلطة يعني أقصد، والمعارضة الحقيقية داخل الأمة؟ ضف هل يمكن لهذه اللجنة الخروج على ما سطر لها من مسودة أم هي محاولة توريط لها ومحاولة وضع مسحة أكاديمية على موعد؟ لكن أنا سأقيل سيد ميلود، سيد ميلود أنا أحيل كلام الوزير الأول الجزائري وهو المكلف بالتنصيب والمتابعة، قال بالحرف الواحد هذه اللجنة ستكون مستقلة تماما وحرة وكل مواد الدستور مفتوحة لها للتعديل عدا المواد المرتبطة بالثوابت الوطنية. أنا نعطيه لك كلامه وانت علق عليه يعني. نعم أخي الكريم، هو وكأن الآن يجيب في غرفة أربع أمتار ويقول لك اجري كما تحب، يجيب في غرفة أربع أمتار ويقول لك اجري حتى تحبس، يعني اجري كما بغيت اجري. إذا الآن سمى المسودة معدة يا أخوان، احنا هذول ما نشكوش كما سبق وقلت ما نشكوش في قدرات هؤلاء الأساتذة، وأنا أعرف منهم الكثير يعني. لا احنا ما مش عندنا شك في قدرات هذه الأساتذة، وقادر بواحد زين يعد دستور. بالمناسبة أذكرك أن الآن عند المتداول في الجزائر الآن أكثر ما تم إعداد أكثر من مسودات دستور. أنا أحكيك مثلا الآن الأستاذ محمد عنده دستور، معد دستور، جاب الله معد دستور، أنا العربي أعتقد أنه معد دستور، الشيخ الدكتور الأستاذ علي حفظ عمر عنده دكتور عنده أستاذ عنده مسودة. لكن هل هذه المسودات حين إحنا نبغي المسودات الآن؟ أنا يبالي بمرد الله اسمه مباشرة الماشي بها المادة 74 المرة الماضية في التعديل لمسودة الدستور في 2008 كانت 14 تعديل، قاست المادة 74 لقاست المدة الآن ربما قاست تحديد العهودات، والآن قلت المدة بدل 5 وليت 7 ولا 8 ولا بعدها له. لكن احنا الآن في الجزائر ما نش في حاجة تعديل الدستور، رغم ذلك الآن يخشى الشعب الجزائري في ركن انه تشارك في تعديل الدستور، حبيت ولا كرهت، وراح يجيك دستور حبيت ولا كرهت. هنا مش الان مش العمل الان سما الان انا يبالي سما الدوله حطيت في ورطه حقيقيه بعد اعداد هذه المسوده، هل يعرضون هذا التعديل على الشعب؟ وهي وذلك سيصطدمون بمقاطعه حقيقيه شامله، ام يذهبون الى ما سميته انت البرلمان
ويعرضون على برلمان طعن فيه المصداقيه في القاضي والداني. هذا السمة اسمه هذا 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 البرلمان مطعون فيه. بمعنى الان هم الان مجبرون على هذا التعديل لان الرئاسيه وصلت وجاء واحد رغم ان الاصلاحات هو اصلاحات هذه السمة اللي قاعد تكلم عليها السيد الرئيس الجمهوريه في 16 ابريل 2009 لكن تبان مش حقيقي. نحن كي نشوفوا الواقع في 2011 لكن مش حقيقيه الواقع كي تشوفوا الان مش حقيقي. الدستور مفروض قانون سامي وثيقه مرجعيه تحكم سير المجتمع او الدوله لفتره زمنيه ليست بالمتوسطه واعدادها او تعديلها يمر حتما باراده الشعب واختياره الحر. اما ان يداس على هذا الدستور او الوثيقه الهامه كل ما اريد ذلك لشيء في نفس حاكم فذلك هو الاستهانة بالشعب واجياله المتلاحقه. اذا كان على عدم اهليه هؤلاء سيد ميلود الشعب والتحكم في مصيره. طيب سيد ميلود هناك يعني هناك يعني هناك خطاب ربما ايضا يثير الجدل. يعني هناك من يقول بان هذه السلطه قادره ومتحكمه وتعمل بمعزل عن الشعب وبمعزل عن الاحزاب وتستطيع ان تفعل ذلك. اذا لماذا تضطر الى تعديل دستور او الى احداث اصلاحات تشتغل زي ما كانت تشتغل في وقت الثمانينات وخلاص؟ يعني والله احنا اسمعنا الان الشعب يجر لامر واقع والطبقه السياسيه مع الاسف الشديد غائبه. ما كاينش طبقه سياسيه مع الاسف. من طبقه سياسيه طبقه سياسيه نتاع 50 حزب ولا 60 حزب ظهرت في التشريعات نتاع الناي ولا هنا طبقه سياسيه. من طبقه سياسيه المشكل الان طبقه سياسيه ما كانش طبقه سياسيه. الذي اخاف عليه على وطني وعلى بلادي ان الان اصبحت كانت مؤسسات ربما عند الشعب عندهم الداخليه هي القضاء ربما مؤسسة الجيش مجتمعة الآن بدأ لعل بدأ تخربيش فيها كما يقولوا فيها كجزائريين. حنا باش تمر مرة الكرام قضية اقتحام نصف قضاء العاصمة يبان لي هذه ما تمرش على أي واحد بطريقة كما هذه لأن ثم خرق القانون يعني ثم خرق المؤسسة اللي كان الشعب الجزائري يرتاح لها. هذوك يقول لي الآن يعدل الدستور ما عادش الدستور يخدم خارج نطاق الشعب. إذا كان هناك حكومه ولا دوله ولا مؤسسه ورغم اننا الان نحس انه في المتداول الان بين الاوساط يقول لك شنو نحن في دوله فعلا لا دوله يرحم والديك. اذا كان اطفال في 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 سن الظهور في عمر الظهور يخطفون ويمثل بهم كيف تكون دوله يا اخي الكريم؟ اذا كان الناس تنهب باموال تخرج البلاد من الازمه تخرج الشعب من الازمه ولا حراك والادهى والامر انه يقول لك هذا شكيب بن خليل هذا ما عدا الشبهه التي تخفي الغابه لان المتهم الاخر مش ظاهر صعب 42 مليار اسمها تدور بين افراد الشعب يقول لك هذا يخرج خليل باش يغطي على 42 مليار يخرج في الخارج 42 مليار دولار. اذا الان احنا في ازمه فعلا في ازمه فعلا وهنا ديما نقولها ونكررها في قناتكم المحترمه ان على ما كان ابناء شعب سبحان الله كان رجال الامه هذه كان ركائز الامه هذه. ذوك الان الاخوين الشابين اللي تكلموا الان في مقري وفي طابو قبلك وكاين الكثير منهم وكاين الان في المؤسسه العسكريه وكاين في المؤسسه يمكن الان اذا كان الشعب يبقى بالدرجه هي تاع الاستخفاف ويستخفوا بالشعب والمعيشه الفولكان يعيش الشعب الجزائري الان لعل الان هم لحقوا بارون تاع الدستور وقبلها سناطات وقبلها نتاع الجنوب هذه وغيرها والان شوفوا المعيشه شوفوا المعيشه تاع الان القدره الشرائيه تاع المواطن من حق حاشاك من البصل ب 150 دينار ما بقاش يجهز يقول لك ما صارش خلاص ما صارش عند الجزائر ما صارش خلاص يعني اذا كان طيب البصل حاشاكم حاشاك ثم يقول واحد كيذكروا مش عارف الناس يوصل القيمه نتاعو للدرجه اللي ما دخلش تصورها من الشعب مين يقول يقدر يعيش الشعب اذا كان سؤال طيب يعني اليوميه نعم يعني اللي يسمع هذا الخطاب راح يقول يعني في النهاية هذا وضع تتحمل مسؤوليته حتى الطبقة السياسية حتى انتم اللي كنتوا في البرلمانات حلفتوا مع السلطة يعني كيف ممكن نخرجوا من هذا الخطاب اللي يقول باللي الوضع راه مسدود وان الوضع فاسد سياسيا اقتصاديا اجتماعيا يعني حتى المواطن ما يقعدش يدور في هذه الحلقة المفرغة يعني وين المخرج في النهاية؟ وهل ممكن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف وتتحمل مسؤوليتها في النهاية؟ لا اسمعك يعني هذا خطاب ربما خطاب عدمي. المواطن يخاف من خطاب بهذا الشكل يعني في النهايه يقول انتم طبقه سياسيه انتم تتحملوا المسؤوليه
اعملوا حاجه. انا واحد من 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 من, من ابناء الشعب الجزائري مستعد ان اتحمل مسؤوليتي. انا على قدر حد مستعد ان اتحمل مسؤوليتي. وانا كان عندنا ما لا اخفي عليك ان اقولها، كان عندنا اتصالات بناس مؤثرين في هذه الدوله بكل طوائف وكل قطاعات وكل ثم الناس اللي عندهم ربما يقدروا اصلا في في في, في 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 هذا البلد وفي هذا الشعب باش يقدموا خدمات للامه، باش يكونوا خدام لهذه الامه، يكونوا خدام لهذه الامه في الداخل وفي الخارج. لان من عام لما تقول الخطاب العدمي الان ولا الطبقه السياسيه منعدمه، فما الشيء اللي تراه الان يرحم والديك الان سمي لي زوج احزاب معارضه، زوج احزاب برك معارضين وين؟ ما تلقاش حزب معارض حقيقي. كان هناك الاحزاب اللي جاوا عن طريق عشاك الاسهال اللي وقع في تشكيل الاحزاب باش تمر التشريعيه تطور المحليه، اعطيني احزاب يا حمادي. صح كاينين مواطنين، لا ما ننكرش كاينين مواطنين احزاب فعلا ناس قادرين، ناس عندهم غيره على الوطن، لكن هذا الحزب مكمل وكان بطريقه او باخرى، بطريقه او باخرى. وحنا نقولوا الان اذا كان الناس هذه الان يخدموا السلطه وقادرين باش ياثروا في الشعب، يا حمادي ارحموا الشعب هذا وخلوا الشعب يختار. ارجو العوده للشعب يا اخي. الان نجد ان تعدي لي الدستور، ديري بعض التزيينات وبعض التنميقات في دا في دا في الدستور، وانا حتى اللجنه يداروها. هذا كما قلت لك بيت احسن من هذه اللجنه، لكن منهم مئات قادرين يديروا الدستور، مئات من الاشخاص من الاساتذه هذو، في مئات من الجزائريين قادرين يديروا الدستور. والنقاش ما يوصلش للقاعده باش الاستاذ يعطي رايه والمعلم يعطي رايه والحرف يعطي، لان هذا الاستاذ اكاديمي فعلا سمع يقرا دستور قديم ولا دستور تاع دوله اخرى ومش عارف شنو، يحاول يوثق وحط مواد صماء. نعم واضح. السابقه نعم. لان سمع اذا كان الدستور نعدلوا كل 4 سنوات نعدلوا دستور ونقولوا انا درنا دستور، مش دستور. احنا الان في حاجه فعلا اذا تغيير نظام سياسي مش قضيه دستور على اخي الكريم. قضيه يا عباد الله، احنا الان في حاجه الى تغيير النظام. نعم. اشكاليه وضوح شكل النظام السياسي في الجزائر. اشكرك جزيل الشكر السياسي والبرلماني السابق في مجلس الشعبي الجزائري السيد ميلود قادري على هذه المشاركه. كنت ضيفنا عبر الهاتف من الجزائر. نبقى الاستماع إلى شخصيات سياسية، لكن قبل ذلك أريد فقط أن أوضح لمشاهدينا الأعزاء أننا اجتهدنا يعني قصار الجهد وبذلنا قصار الجهد للتواصل مع أحزاب سياسية معينة حتى نثري هذا النقاش. تحدث عن حزب العمال، الأفلان، الأنندي، وأيضا الأرسيدي والأففاس. لكن مع الأسف يعني بعض الأحزاب قياداتها اعتذرت عن المشاركة لأسباب شتى، لكن بعض الأحزاب ما زالت لحد الآن ترفض المشاركة في برامج قناة المغاربية. وأنا شخصيا يعني ونحن في قناة المغاربية نتأسف لهذا الموقف غير المفهوم. سنبقى نتواصل معهم لأنه المواعيد السياسية القادمة مهمة جدا ومهم لنا لإثراء النقاش وإبداء كل الآراء في قناتنا. نريد أن نتواصل مع كل الأحزاب السياسية وكل الأطياف في المجتمع الجزائري، فرجاء لقيادات كل من حزب العمال، الأففاس، الأفلان والأرندي أن يعاودوا يفكروا في هذا الموضوع، وخاصة يعني حتى لا نظلمش جماعة الأفلان والأرسيدي هم متعودين يشاركوا معنا، خاصة حزب العمال، الأففاس والأرندي. هذا التوضيح مهم لأنه جينا كثير من الرسائل تتساءل لماذا لا يوجد هناك شخصيات من الأرندي وحزب العمال والأففاس في قناة المغاربية. نقولها صراحة هم يرفضون لحد الآن، ونحن نترجاهم أن يثروا النقاش ولا يبخلوا على المشاهد الجزائري نقاش متعدد وديمقراطي ما دام هم يناضلوا من أجل التعددية ومن أجل الديمقراطية. فقط أردت أن أنوه لهذه القضية. إذن معي عبر الهاتف من الجزائر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج. أرحب بك شيخ علي. وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. سؤال مباشر، تنصيب لجنة لتعديل الدستور وحديث عن استكمال لإصلاحات سياسية بدأها الرئيس بوتفليقة، ويبدو حسب خطابات السلطة أنها
أتت أكلها وستتوج بتعديل دستوري، وأيضا يكون التاج الكبير انتخابات رئاسية متعددة أخرى في الجزائر. ما موقفكم في الجبهة؟ أول الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وآله وصحبه ذوي الشرف والوفاء. أشكركم على إتاحتكم الفرصة للحديث في هذا الموضوع، لكنه أود فقط أن أنبه على أن موضوع تعديل الدستور المثار هو مثار إعلاميا فقط في الجرائد وفي بعض الفضائيات، أما في المستوى الشعبي فالشعب له اهتماماته وله أولوياته، وهو غير ملتفت إلى هذا التعديل، سواء كان هذا التعديل عن طريق هذه اللجنة أو غيرها، فهو غير مهتم بهذا التعديل جملة وتفصيلا. هذا حتى يكون الناس على علم، فالشعب في واد والعصابة الحاكمة في واد آخر. لكن هذه ربما نقطة تحسب على الشعب يعني وليست له يعني. لا، لأن الشعب في الحقيقة عنده أشياء تعتمل في نفسه ولا تخرج إلا في وقتها، تماما مثل البراكين التي تمشي تحت الأرض ولا تستطيع آلات الرصد أن ترصدها حتى يحدث الانفجار. فالشعوب ليست كالمنظرين السياسيين، وإنما الشعوب لها طريقتها في التعبير عن نفسها في الوقت المناسب، والشعوب لا تتحرك في كل سنة أو في كل سنتين، وإنما ربما يمر عليها عقد أو عقدين ثم تتحرك فتطيح بالظلم والظالمين. هذه حقيقة يعرفها الذين درسوا تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب. نعود إلى موضوع الإصلاحات السياسية في الجزائر وتعديل الدستور. يعني كنت تحدثت مع ضيوفي من قبل وحاولت أن يعني أهرب من خطاب ربما عدمي يقول أنه كل شيء جاء من عند الطرف الآخر هو غير مفيد غير مجدي، يعني لما لا النظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس؟ هناك استقرار في البلاد، هناك إصلاحات غير جيدة لكنها أيضا ما هيش عديمة يعني، وهناك انتخابات رئاسية قادمة، وهناك فعلا نخبة من الجزائريين إطارة جزائرية تحضر إلى تعديل دستوري. يعني لماذا عدم العون والبقاء في الانتقاد؟ يعني نود أن هذه الأمال العريضة وهذا حسن الظن بالنظام أن يكون حقيقة حتى نرى ضوءا في آخر النفق، لكن ليس الواقع هكذا. أولا أسأل سؤالا بسيطا، أنا أتحدى سلال وأتحدى رئيس اللجنة تعديل الدستور، بل أتحدى رئيس الجمهورية أن يعقب غدا أو بعد غد أي واحد فيها من هؤلاء الشخصيات أن يعقد ندوة صحفية ويدعو لها رجال الصحافة والإعلام داخل البلاد، ثم بعد ذلك يترك للصحافة أن تعرف المعلومات. ما هي الوثيقة التي قال البارح سلال أنها ثمرة نقاش بين الطبقة السياسية وبين رجال فاعلين في المجتمع المدني؟ هل الوثيقة هل هي موجودة الآن؟ هل قرأتها أنت أو قرأها أي إنسان في صحائف في جرائد اليوم؟ هذه في الحقيقة طبخات تعد في غرف مظلمة، شأن خفافيش الظلام. ولذلك الناس، أنا أقول حتى سلال في حد ذاته لا يعرف معاني تعديل الدستور، والصحافة تجهل ذلك. ولذلك لا، نحن لا نبني الأمور على واقع ولا نبنيها على مجرد يعني خيالات أو أوهام. المفروض الدساتير في أي دولة تحترم نفسها، الدساتير تضعها الشعوب ولا تضعها اللجان، لجان الصياغة. ويذكرني هذا بقول مشهورة لسعد زغلول سنة 1923 عندما صدقي باشا عين لجنة للدستور فسمها لجنة الأشقياء. ولا يعدم أي نظام طاغية وأي نظام
مستبد لا يعدم من أن يجد رجال في القانون يصوغون له تعديلات أو دستور على مقاسه كما فعل موسوليني وكما فعل نابليون بونابرت وكما فعل لويس الرابع عشر. فهذه اللجان إذا معروفة، فنحن ولذلك نحن كما قال الله تبارك وتعالى كما يئس الكفار من أصحاب القبور. هذا النظام لا يأتي منه ما يخدم الشعب، ما يخدم إلا مصالحه ورغباته وطموحاته أو الأجنحة المتصارعة. في شقين في هذا الطرح، يعني أنا كنت سألتها يعني حتى يعني الدكتور مقري أو كريم طابو أو ميلود قادري، يعني في حديث عن هذا النظام هو يفعل ما يشاء وأنه هذا الوضع متردي، لكن هناك من يقول أنه الطبقة السياسية تتحمس ليتها. يا رجل، الطبقة السياسية منذ التعددية السياسية بما فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ تتحمل مسؤولية معينة في حقبة معينة يعني، لكن المواطن البسيط يقول إلى متى نسمع هذا الخطاب من السياسيين في الجزائر بما فيهم القيادات في الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ أولا وقبل كل شيء، الجبهة الإسلامية للإنقاذ غير معتمدة، فلا يمكن أن نضعها في ميزان واحد مع أحزاب المعارضة المعتمدة والتي لها مناصب في المجلس الوطني والبلديات والتشريعيات. فمن الحيف أن نضع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحاصرة والمتابعة والمطاردة يعني في ميزان واحد، ولا يصح في العقول شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ومن جعل الناس سوا فليس لعقله دواء. إذن يعني أنا نفتح قوس شيخ علي نعم. نفتح قوس فقط وتكمل يعني، لكن هناك من يقول في هذه النقطة بالذات قضية الاعتماد والاعتماد، يعني مدام مازال خطاب يتحدث عن نظام طاغية بهذه المصطلحات ربما لا يعني ما مش راح يكون مجال لهذا النظام أنه يسمح لكم تنشطوا. إذا ما زالت هذه المفردات أنه هذا نظام طاغوت وطاغية، ربما قد يحتاج منكم إلى تعديل في خطابكم السياسي أنتم كجبهة إسلامية للإنقاذ، أليس كذلك؟ دعنا من هذا الآن، هذا موضوع مؤتمر تتناقش فيه القضايا، دعنا من هذا ولا نعرج على موضوعات تحتاج إلى ساعات طوال. أنا فقط أريد أن أتحدث. عندما نقول طبقة سياسية عندنا معارضة وأحزاب يعني كبرى، عندنا نحن معارضة في الجزائر، عندنا أحزاب أصبحت كلها لجان مساندة يعني أصبحت أحزاب، أليست الأحزاب كلها كانت مع برنامج رئيس ولم يفك هذا التحالف إلا عند ظهور ما يسمى بالربيع العربي. إذن هنالك أحزاب تدعي الآن أنها ضد النظام وأنها تعارض النظام، بل هي التي أعطت له الشرعية وهي التي ساندته بدعوى المحافظة على مصلحة الدولة العليا ومصالح الدولة. والحقيقة المصلحة العليا ما يعني لا يحددها ولا يحافظ عليها حزب من الأحزاب أو شخص من الأشخاص، الذي يحدد المصلحة العليا هو الشعب، والشعب الجزائري حدد في عندما فسحت له الفرصة ليعبر اختار رجاله واختار الذين يديرون الأمر، فتم الانقلاب على الإرادة الشعبية وتم القمع وتم الاستبداد. ثم سؤال آخر، هذه اللجنة ممن تتكون؟ لا أحد يسأل عن ممن تتكون. تتكون من رجال أصلهم هنا في السلطة، يعني تتكون من عندما تدرس شخصيات دون أن أذكر الأسماء حتى لا أسبب حرجا قانونيا لكم، بدون أدرس الشخصيات هؤلاء كلهم مقربين من النظام، بل بعضهم يعني هو الذي شارك في دستور 96 الإقصائي الذي أقصى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ثم أعطيت له مكافأة فأصبح في مجلس الأمة، وهم الذين عدلوا الدستور 2002 وهم الذين عدلوا الدستور 2008. فهذه لجنة
في الحقيقة معروفة وليس هنالك شيء جديد في البلاد، شخصياتها معروفة وكلهم واحد في مجلس الأمة، واحد ممثل للدولة، واحد وزير عدل وهكذا. إذا فإنك لا تجني من الشوك العنب، إنك لا تجني من الشوك العنب. طيب سؤال أخير، سؤال أخير مرتبط بالآخر يعني الطبقة السياسية. طيب طبعا يعني في الجزائر الكل يعرف أن هناك طبقة سياسية تابع للنظام يعني بشكل أو بآخر، هذه ليس جديد يعني نحن لا نكشف سرا، لكن هناك نخبة سياسية نظيفة هي تعمل خارج نطاق منظومة الحكم. السؤال المطروح يعني لا يعدم الخير في الجزائر، يعني سؤال مطروح، ألم يحن الوقت لمبادرة جادة التفكير في مبادرة يتم حولها الناس؟ أما في هذه فقد أصبت كبد الحقيقة. نعم هنالك أناس لهم نزاهة ولهم إخلاص ويحبون الوطن ويحبون خدمة دينهم ودنيا الناس موجودين وهم يعملون، ولكن يعملون ليس في الإعلام وإنما يعملون بطريقة ذكية. ليس كل ما يعرف يذاع كذا في الإعلام، ويجمعون صفوفهم من أجل أن تكون هنالك يعني تغيير جذري وسلمي في البلاد، يقلع هذا النظام ويأتي بنظام آخر. هذا النظام الآخر هو الذي في ظله تتأسس لجنة تأسيسية منتخبة تشرف على دستور يضعه الشعب ويرضى عنه الشعب ويختاره الشعب بمحض إرادته. طيب واضحة الفكرة، أشكرك جزيل الشكر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج على هذه المشاركة وموقف الجبهة من هذا الجدل السياسي حول تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجنة لتعديل الدستور. أذكر فقط أننا لازلنا نجتهد في التواصل مع كل الأحزاب السياسية في الجزائر بمختلف أطيافها لإثراء النقاش، أقول مرة أخرى ليكون النقاش متعدد وأيضا ديمقراطي. انتهت حلقة اليوم مشاهدي الأعزاء، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.